السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت بترسم اي حاجة وليكن مثلا فلور، ودخلت انت في الجزء اللي هو بيرسم فلور، هتلاقي ان انت بترسم خط كده لونه اعتقد نبيتي او حاجة زي كده او ماجنتا، تمام؟ طيب لو احنا عايزين نغير اللون ده لأي لون تاني هنعمل ايه؟ اللي هو اللون اللي بيحصل اثناء ما برسم سكتش. الخطوة اللي انا عاملها دي مش صح، تمام؟ بس يعني المنطقي ان انا اروح هنا في الاوبشن واجي هنا في الجرافيكس الاقي اللون هنا. لا، اللون مش موجود هنا، مش من يعني انا كنت متوقع ان هو يكون موجود هنا، بس هو مش موجود هنا، موجود في مكان تاني. هنا بنلاقي الالوان، لو انت عايز تغير خلفيه الباك جراوند، لو انت عايز تغير لون لما تعمل سيلكت على حاجه، ممكن تكون الخلفيه بتاعتك زرقاء سودة، فانت تلاقي الخلفيه او اللون الازرق مش مناسب للخلفيه. ده بري سيلكشن، لما تقرب من حاجه بس لسه ما دوستش كليك اليرت لو في حاجه غلط. في كالكوليتنج اللي هي الحاجات الاستراكشر الريبار ايديتنج، واخد اللون دوت، تمام؟ طيب لو انا عايز اعدل اللون بتاع السكتش هروح لقائمه مانج، هاجي هنا هقول له لاين ستايل، واجي هنا هنزل اشوف السكتش اللي هو دوت، هتلاقي ده اللون دوت. طيب لو غيرنا اللون ده مثلا وخليناه اللي هو الماجنتا، لا ده اللي هو الازرق فاتح، تمام؟ معلش الالوان عندي ضربة خالص، معرفش بتسموه ايه. وجينا قلنا له احنا عايزين نرسم فلور، وبدأنا نرسم، هتلاقي ان هو خد اللون دوت اللي هو بالمناسبة مش مناسب لان الخلفية بيضة، تمام؟ هقول له اوكي. جاب لي انذار ان في 2 فلور في نفس المكان، احنا كنا رسمنا فلور قبل كده، ويخلينا ندخل كده ونتأكد ان الفلور بتعلم عليها صح. هيبدأوا يظهروا معانا فعلا الاتنين داخلين مع بعض، فتبدأ تشوف اكيد في الحقيقة مش هيبقوا كده، تمام؟ اكيد واحدة داخلة جوا واحدة، او واحدة في دور والتاني في دور اخر وهكذا. فنبدأ نحل المشكلة ديت بحيث ان احنا نتجنب وجود اي كلاشيت.